عليكم وسعد الله صباحكم بكل خير وحياكم الله معكم في فقرة جديدة من بدون تحيز. شعار بدون تحيز، نحن قوم إذا غاب فينا سيد قام فينا سيد. يعني اللي حصل اليوم شيء غريب، شيء جديد في برامج الواقع، شيء ما أقدر يعني أوصفه لكم، ولكن الأهم والمهم واللي لازم يفهمه الكل أن فقرة بدون تحيز باقية وتتمدد حتى لو غاب أحد النقاد. غياب محمد منصور لن يغير في بدون تحيز شيء، ولن يغير في المشي قدما نحو الحق وإعطاء كل ذي حق حقه. صباح الخير سالم بن حزام. صباح الخير والنور يا تركي، وفعلا من تلقى منهم تقول لقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. اليوم الحقيقة يوم غريب، يوم دراماتيكي، يوم انقلبت فيه الموازين والمعايير. نقول الله يعيننا على الصواب، والله يدلنا على اللي فيه الصالح العام بإذن الله. صباح الخير عادل. صباح الورد يا تركي. مثل ما قال تركي، نحن قوم إذا غاب فينا سيد قام سيد. أول شيء صبح بالخير عليك وعلى السادة المشاهدين الكرام اللي نحبهم يحبونا ونعزهم يعزونا ونقدرهم ويقدروننا، وأصبح بالخير على المتسابقين فقط، المناضلين، المجتهدين، الشغوفين، الطموحين، أصحاب النفس الطويل، الصادقين، الحالمين، الراسمين لأحلامهم والذين سيحققونها بإذن الله بعد أيام بسيطة. أما فيما يخص إيقاف الجميل جدا محمد بن منصور، لعلها محطة راحة لمحمد باستطاعتك، والكلام موجه لمن يعنيه، باستطاعتك أن توقف سالم، باستطاعتك أن توقف علي، باستطاعتك أن توقف تركي، محمد، عادل، ولكن لن تستطيع أن توقف فقرة بدون تحيز. بدون تحيز ستخرج دائما في موعدها، حتى لو طلع الهواء فقط على الكراسي، بل الكراسي هي أشد تأثيرا من بعض المتسابقين. الله 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 الله. أكيد. وبما أن فيه قرارات